وي السلام عليكم، كي راكم لاباس؟ بون، سمحوا لي فيت في باش ما ننساهاش. اليوم رحت نحل كونت في البنك. شوف يا دينك، الاسئله كيما نقولوا هنايا، ولا لي كيستيون اللي يدوموندهم لك. قلت لي واه سمعتش. واه، قلت لي علاش خيرت هذا البنكة بالذات؟ شوف تخمامهم تمام. شي يجي نحل كونت، قال مرحبا بيك، علاش خيرت هذا البنكة بالذات؟ لو كان بار اكزومبل ما تعطيهاش حل مقنع ولا جواب مقنع، ما يفتحولكش الكونت، فاهم؟ لازم تقول علاش بالذات، باسكو كاين بزاف لي بنك. ومن بعد يميزك شا هو السؤال الزاوج، هل انت زعما تنتمي الجماعة تاع بوليتيك؟ راك فاهم، هل انت تنتمي الجماعة تاع بوليتيك؟ يعني انه تابع الحزب في السياسة ولا لا خاطيني انا السياسة خاطيني يعني. ومن بعد تقول لي، قلت لي هل عندك واحد من عائلتك في السياسة أو يدير السياسة أو داخل في الأمور هذه تاع السياسة؟ قلت لا. بعد شكون ولا وش دخلني أنا السياسة، ولا وش دخل هذه في أمور كيما نقولوا حنايا كونتاك، فاهم؟ تجيك بيزار تايا كيفاش تسألك هذه الأسئلة في ميزك. شا كانت طلع شا قالت لي في ميزك، قالت لي احنا يا ما يهمناش فيك لدير السياسه ولا كاين فاميلتك كيديروا السياسه. حنايا لو كان تكون دير السياسه ولا يكون واحد من فاميلتك يدير السياسه، نسويفو لك الكونت تاعك، نراقبوه، نخمم فيها مليح، فاهم؟ يعني انه لو نتايا لقبك ينطبق مع بوتفليقه، الكونت هذا يتراقب. من اين لك هذا؟ ممكن بالك بوتفليقة يبعث لك، فاهمني، في الكونت تاعك مليارك، فاهم؟ من اين لك هذا؟ يتراقب. شوفوا وين لحقوا. قلت احنا باش نراقبوا الكونت، باش نديروه كيما نقولوا في السيرفيونس، نراقبوه منها ما يخترقوهلكش، باش ما فار اكزومبل ما يدخلولكش في الكونت تاعك ويدو لك دراهم ولا بيراطا وكله، صافي دير فورس ولا يرونفورس السيكوريتي تاعك. اون بليس دو سا يراقبوك، من اين تحصل على هذا المال يا شيخ؟ وهنايا ابعث له 200 مليون، السلام عليكم، جيت نحل الكونت. ايوا مرحبا بك خويا، يدخلوك في موقع وبعد يقول لك اي سي بو خلاص، تحل الكونت تاعك نتايا وخدو من ذاك تجي ودورو. ما حطيتوش حليت الكونت ودورو ما حطيتوش في البلاد، تجي تحط الكونت تحل الكونت كيما هكا، يقول لك يا سي بون شحال راك باغي دير تفيري في الكونت تاعك، دروك شحال تحط في الكونت تاعك؟ تقول له عندي 5 ملاير. اي مرحبا بك خويا، 5 10 200 مليار، ولا احد يبالي يا صاحبي، راك فاهم؟ من دخله 200 مليار هنايا يقشروك، شاك تروح تحطو شاك منين جاك هكا، يديروا لك البحث، تتبع البرك الدفع الاول نورمال تاع الزواج نورمال، الثالث يجيبوك يعيطوا لك ربح. لو كان ما تقنعهمش من زعما منين جاك هذا الشيء، هذو اللي شاك منين راه ما يجوك هذا اللي شاك، يبلوكو لك الكونت، يديروا لك مشكله، فاهم؟ يعاقبوك. هي بقلوجه اخويا، ما يستاهل يا شيخ.